كشفت تقارير إعلامية تركية أن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية وثلاثة أحزاب أخرى من المعارضة ستوقع اتفاقا اليوم لتشكيل تحالف في الانتخابات التركية المبكرة. وأوضحت التقارير الإعلامية أن حزب الشعب الجمهوري توصل لاتفاق مع حزب الخير وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي بأن الأحزاب ستوقع الاتفاق الساعة الثالثة عصر اليوم. ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان شكل تحالفا مع حزب الحركة القومية. وفي سياق متصل أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيعلن عن اسم مرشحه بعد غد الجمعة، وكذلك سيعلن حزب الشعوب الديمقراطية عن مرشحه الجمعة أيضا، فيما أعلن حزب السعادة عن تسمية تامل كرم الله أوغلو مرشحا لخوض الانتخابات. وفي وقت سابق أعلنت ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير عن ترشحها.